اسمحوا لي بداية أن أشكركم على حضوركم لحفل اختتام مخيمنا الكشف التدريبي 19 خطوات الريم، فأهلا وسهلا بكم جميعا. لا تخافوا، هذا الجسد قميص رث لا يدوم، حين أخلعه سأهرب خلسة بين الورد المزجي في الصندوق. تلك هي الكلمات التي ودعت بها ريم البنا هذه الحياة. ريم بنا في هذا اليوم تستحق أن تدخل التوثيق الكشفي الوطني الفلسطيني من زاوية أننا نعمل دائما على التوثيق للشخصيات الوطنية. ريم بنا أكبر من التاريخ وأكبر من السطور وأكبر من الكلمات. ريم بنا غنت للطفل، غنت للمرأة، غنت للأرض، غنت للسلام، غنت لكل تفاصيل فلسطين، فاستحقت أن تجلس في المقام الأول كأول سفير للهوية الوطنية الفلسطينية إلى العالم. من اللحظة الأولى التي أطلق هذا الاسم على المخيم وأنا واثق تماما أن من فيه يسيرون على خطوات الريم، فهنالك من تميزوا بالخطوة السريعة، وهنالك من تميزوا بالخطوة البطيئة، وهنالك من وصفوا بالخطوة الشديدة، ولكن الريم يمشي بخطوات واثقة. تحية إلى السلزيان وإلى مجموعة وإلى المجموعة الكشفية والتي أنا واثق أنها تسير بخطوات الريم. نفس الفداء لكل منتصر حزين، نفس الفداء لكل منتصر حزين. قتل الذين يحبهم إن كان يحمي الآخرين، يحمي بشبر تحت كعبيه اتزان الأرض، معنى العدل في الدنيا على إطلاقه، يحمي البرايا أجمعين حتى مماليك البلاد القائمين. والحرب واعظة تنادينا، لقد سلم المقاتل والذين بدورهم قتلوا. نعم نعم، هذا قضاء الله، لكن ربما سلموا إذا كان الجميع مقاتلين. نفس الفداء للرجال الملثمين، إذ يطلقون سلاحهم مثل الدعاء يطير من أدنى لأعلى، مثل تاريخ هنا يملى فيتلى. حاصرونا كيفما شئتم، فإن الخبز والتاريخ يصنعها هنا تحت الحصار. نفسي فداء للشموس تسير في الأنفاق من دار لدار، حيث الصباح هنا يهرب من يد ليد، بديلا عن صباح خربته طائرات الظالمين. نفسي فداء للسماء هيا إلى اللقاء نجدد العهد.